أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مجددا، أرحب بكم في مادة الاجتماعيات، مادة التاريخ. اليوم سأقترح عليكم موضوع، اللي هو موضوع يهم تاريخ المغرب، خصوصا تاريخ المغرب أثناء فترة الحماية وما بعد فترة الحماية، الذي يحمل عنوان الكفاح من أجل الاستقلال وإتمام الوحدة الترابية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. الموضوع أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، يتضمن مجموعة من الإشكاليات تهم فترة احتلال فرنسا وإسبانيا للمغرب وما بعد حصول المغرب على الاستقلال. ارتأيت أن أجزئ أو أقسم هذا الموضوع إلى جزئين. الجزء الأول سأتطرق فيه إلى مراحل احتلال فرنسا وإسبانيا للمغرب، ثم نفس الجزء والجزء الأول دائما سيشتمل على نقطة أخرى، اللي هي مراحل كفاح المغاربة من أجل الاستقلال، وهنا سأقتصر بالمرحلة الأولى اللي هي مرحلة المقاومة المسلحة، على أساس أنه إن شاء الله خلال الجزء الثاني الذي سأوافيكم به عما قريب سأشير فيه إلى المرحلة الثانية من كفاح المغاربة من أجل الاستقلال، وهي مرحلة المقاومة السياسية. بالنسبة للإشكالية المتبقية اللي هي التعرف على نتائج كفاح المغاربة من أجل الاستقلال، وأيضا المناطق التي بدأ المغرب باسترجاعها بعد حصول المغرب، هذه من بين النقاط التي سننجزها في الجزء الثاني. فيما يتعلق بالنقطة الأولى اللي هي مراحل الاحتلال العسكري للمغرب، هنا أريد أن أشير، عندما نقول الاحتلال العسكري هنا أعني به الاحتلال العسكري الفرنسي والإسباني. فبعد توقيع معاهدة الحماية سنة 1912، قامت فرنسا بتوقيع معاهدة أخرى مع إسبانيا. شنو كاين في هذه المعاهدة؟ يعني المعاهدة بين فرنسا وإسبانيا، فرنسا ستتنازل عن الريف وعن الصحراء لفائدة إسبانيا، بينما فرنسا ستحتفظ بالمناطق الوسطى والمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، بينما تم الاتفاق على أن تكون طنجة منطقة دولية. احتلال معظم أجزاء التراب المغربي تم بمراحل، والاستراتيجية التي اتبعها المستعمر هنا هي الاهتمام بالمناطق يعني المهمة بالنسبة له هو، يعني المناطق اللي يمكن يستغلها اقتصاديا، والمناطق اللي يمكن يوفر ظروف، يعني ظروف استيطان للمؤمرين. المؤمرين هم الناس ديال يعني المستعمرين الفرنسيين اللي غادي يجيو هنا باش يستقروا في المغرب ويستغلوا الارض. ولا المناطق اللي كانت يعني تم احتلالها في البداية، عندنا منطقة وجدة. علاش وجدة؟ لأن المنطقة الشرقية هي منطقة قريبة من لها حدود مع المحمية الفرنسية الجزائر. الجزائر كانت منطقة محمية منذ 1830، إذا من السهل احتلالها. منطقة الدار البيضاء والمناطق المحيطة بها منطقة خصبة، منطقة غنية، منطقة استراتيجية، كانت من أولى المناطق التي خضعت للاحتلال الفرنسي. في نفس الفترة تقريبا من 1911 و12 سيتوسع الاحتلال الفرنسي في المناطق الشمالية الغربية، بحيث هنا سيقوم باحتلال مجموعة من السهول، أهمها الشوية وسايس وأجزاء من سهل الغرب. في الفترة الممتدة ما بين 1912 و1914 سيتمكن من احتلال الأطلس المتوسط ومجموعة من السهول، الحوز، تادلة، وكما سيحتل المدن الكبرى، مراكش مثلا، خنفرة، يعني كثير من المدن الكبرى ستحتل خلال هذه المرحلة. بعد ذلك في الفترة الممتدة ما بين 1914 و26، بعد القضاء على المقاومة الريفية،
إسبانيا ستتمكن من احتلال الريف، بينما فرنسا ستتوسع في الأطلس الصغير وأجزاء من الشمال أو من الجنوب الشرقي للمغرب. في المرحلة الأخيرة إسبانيا ستتوسع في الصحراء، يعني ما بين 1931 و 1934، بينما فرنسا ستكتمل أجزاء أخرى في الجنوب الغربي للمملكة، عفوا في الجنوب الشرقي وليس الجنوب الغربي للمملكة. أثناء التوغل الفرنسي والإسباني في التراب المغربي، برزت العديد من المقاومات، وبرز الكثير من الأبطال الذين أبانوا عن وطنيتهم وشجاعتهم وبسالتهم في مواجهة هذا الغزو الخارجي. وهذه هي المرحلة الأولى لنضال المغاربة من أجل الاستقلال، اللي هي مرحلة المقاومة المسلحة، تقريبا امتدت من 1912 إلى 1934. من الصعب الإشارة إلى جميع المقاومات التي واجهت الاحتلال الفرنسي والإسباني، ومن الصعب أيضا تحديد بداية أو نهاية هذه المقاومة، ولكن عموما سنقتصر هنا على الإشارة إلى أهم هذه المقاومات بالنظر إلى المنجزات التي تحققت، وبالنظر إلى الشهرة التي نالت هذه المقاومات على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. أولى المقاومات التي اندلعت ضد الاحتلال الفرنسي مباشرة بعد تنازل السلطان عبد الحفيظ عن العرش، كانت مقاومة أحمد الهيبة اللي انطلقت من الجنوب والصحراء، والذي قاد جل هذه القبائل وزحف حتى مراكش، وهنا سيواجه الفرنسيين ليس في معركة واحدة، إنما هناك ثلاث معارك كبرى واجه فيها الفرنسيون. أولها أربع الصخور في 16 من غشت 1912، بئر أوهام في 22 من غشت 1912. سيدي بوعثمان أشهر معارك أحمد الهيبة التي انهزم فيها مع الفرنسيين، ولكن هذه الهزيمة هي هزيمة بنكهة انتصار. علاش؟ لأنه حقق أشياء كثيرة، يعني أربك حسابات الفرنسيين. أحمد الهيبة سيعود مجددا إلى الجنوب، سيقاوم الاحتلال الفرنسي رغم الإغراءات التي قدمت له. كانت وفاته في 1919. يقال بأن الاستخبارات الفرنسية عبر عملاء هم الذين تمكنوا من قتله عن طريق زرع سم وما في مشروب تناوله هذا المقاوم. من أشهر المقاومات مقاومة الأطلس المتوسط في شخص محمود الزياني. في الحقيقة هذا الرجل قاوم الاحتلال الفرنسي منذ البداية، يعني تقريبا منذ 1907، ليس في الأطلس المتوسط ولكن في السهول في الشمال الغربي، يعني كان قائد مقاوم. ولكن أشهر المقاومات هي التي كان قادها في منطقته في معركة الهري قرب خنيفرة اللي كانت في 1914. شجاعة الرجل جاءت في مذكرات كتبها الجنرالات الذين شاركوا في هذه المعركة، أشهرهم الجنرال الفرنسي سيلفستر الذي وصف المنطقة على أنها منطقة، أو وصف مقاومة المنطقة على أنها مقاومة باسلة، مقاومة قوية، مقاومة لحقت الكثير من الهزائم بالفرنسيين. هنا الانتصار في هذه المعركة يعني أعطى حماس كبير لسكان المنطقة، ازدادت شعبية هذا الرجل، الشيء الذي جعل الفرنسيين يعني يمهدون لهذه المقاومة والاستعداد ل يعني القيام بكل المجهودات من أجل قتله، وهذا ما حدث في معركة إزلغان تزمورت في 1921. في منطقة الريف يظل محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله أشعل المقاومات التي عرفها المغرب. لماذا؟ لأن هذا الشخص داعى صيته حتى خارج المغرب،
لدرجه ان البرلمان الهندي يعني خصص له مكافاه ماليه كبيره اعترافا له بالمجهودات التي بذلها. واجه الاسبان في كثير من المعارك، وكان يعتمد على حرب الاصابات على غرار باقي المقاومات. هذا الشخص في الواقع كان في البدايه مسالما ضد الاحتلال الاسباني، ولكن اعتقاله وسجنه من طرف الاسبانيين عندما كان في مليليا بتهمه يعني التضامن مع الالمان في الحرب العالميه الاولى، ادخاله الى السجن والاهانه التي تعرض لها كانت سببا في القيام بهذه الدوره التي دفع فيها الاسبان، يعني دفعوا ثمنا باهظا من خلال هزيمتهم في معركة أنوال التي شهد لها الجميع منهم الجنرالات الإسبان الذين كتبوا في مذكرته. قوة هذه المقاومة جعل الإسبان والفرنسيين يتحدون من أجل القضاء على هذه المقاومة، بحيث أنه سيتمكن هذا التحالف الفرنسي الإسباني، دون أن ننسى مجموعة من الخونة الذين تعاونوا مع هذا الاحتلال منذ البداية، من إلقاء القبض على عبد الكريم الخطابي، وقرر نفيه إلى جزيرة لارينيون، قضى فيها مدة معينة. أثناء عودته من لارينيون في اتجاه فرنسا، طلب اللجوء السياسي في أثناء عبور سفينة قناة السويس، طلب اللجوء السياسي لدى الملك فاروق، فاستجيب لهذا الطلب على الفور، وبقي هناك إلى غاية وفاته سنة 1963، يعني شهد استقلال المغرب عدة سنوات، ولكنه لم يعد إلى المغرب، بقي هناك إلى غاية وفاته. آخر المقاومات التي يعني سجلت إنجازاتها بأحرف من ذهب هي مقاومة الأطلس الصغير التي قادها سوء بسلام. هذه المقاومة نفس الشخص، يعني نفس الإنجازات، وهو إرباك حسابات الفرنسيين، يعني الاعتماد على حرب العصابات. أشهر معارك، هناك معارك معينة أشهرها بوكافر سنة 1933، نهاية الرجل لم تكن يعني بدوره، كانت وفاته في 1900 يعني بداية الستينيات من القرن الماضي. عموما الاحتلال الفرنسي والإسباني لقي مقاومة يعني قوية، ألحقت خسائر الضباط الفرنسيين والإسبان الذين شاركوا أو ساعدوا في هذه العمليات العسكرية في مذكراتهم يقدمون شهادات على قوة هذه المقاومة. وبهذا العنصر نكون قد أنهينا الجزء الأول، على أساس أنني سأوافيكم إن شاء الله الجزء الثاني من هذا الموضوع الذي سنتناول فيه المرحلة الثانية اللي هي مرحلة المقاومة السياسية، ثم حصول المغرب على الاستقلال، ثم استكمال الوحدة الترابية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.